مو بضروره يعني نفوز في 8 مو بكل مره، نفوز بخمس بسته وما الى ذلك مو في كل مره. لغايه الان على بدايه المباراه اكيد ان فالنسيا يبحث، وفالنسيا 9 نقاط يحاول. اوه جول جول لفالنسيا، فالنسيا نعم يسجل الهدف الاول في المباراه. الكرة وصلت، خرج فيكتور فالديز، والمتابعة الجيدة الحقيقة في الجهة اليسرى من الملعب، وبالتالي الآن يأتي فالنسيا ويسجل الهدف الأول على أساس يحل المباراة، يشعل المباراة، يشعل المدرجات، وراح نشوف ردة الفعل بالمقابل برشلونة. لكن علينا نشوف شنو اللي جرى، شنو اللي صار، اللي جرى واللي صار ان حارس المرمى فيكتور فالديز خرج من مرماه، واتت بالتالي كره ايريك ابيدال. وايريك ابيدال اللي ما يسجل في الليغا ولكن يسجل لبرشلونه، ولكن يسجل هدف بالخطا الان في مرماه. نحتاج الى وقت العوده الى المباراه والعوده لتسجيل الهدف الاول. ربما كره وصلت الى بيدرو، بيدرو حاول مرتين، مرة أخرى كرة إلى الأمام، ميسي يتقدم، حول كرة بينية، بيدرو، أتت ردة الفعل خلاص، جول بيدرو. بيدرو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، رد فعل الكبار ما تاخذ فترات طويلة، على طول مباشرة بعد دقيقة واحدة تأتي ردة الفعل من بيدرو. بيدرو أمام فالنسيا المباراة رقم 6، واليوم الهدف الأول لبيدرو. هو الحقيقة حاول المحاولة الثالثة، لكن شوف الشغل، شوف العمل، شوف العمل، شوف من وين يأت مباشرة من ميسي. ميسي اللي ما يسجل اليوم، ولكن الآن لغاية الآن لم يسجل، ولكن خلاص ميسي يصنع الهدف الأول في المباراة، يحتضن ميسي، وبالتالي أتت ردة الفعل مباشرة. فالنسيا اولا من ايريك ابيدال بالخطا، وبعد ذلك برشلونه من بيدرو، بينيه وسريعه، وفالنسيا لا زال يعتمد. ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، جول بابلو هرنانديز. بابلو هرنانديز والجهه اليسرى المولعه عدل في فريق فالنسيا تصنع الان الهدف الثاني، مثل ما كانت حاضرة في الهدف الأول الآن أيضا حاضرة بالهدف الثاني. اللعبت من الجهة الخطيرة اللي يتقدم فيها ماتايو. شوف 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 شوف، لاحظ، مرت 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 ومرت حتى من سيدو كيتا، وبالتالي ماتايو مرت من سولدادو. ما أدريش بلا إيريك أبيدال اليوم، إيريك أبيدال ما أدريش فيه اليوم. لاحظ معاي مرة أخرى، وصلت بأحلى لقطة الحقيقة يتمناها أي لاعب، لأنها مرت من إيريك أبيدال تقشرت بعدها. هي مباشرة إلى أدريانو في الأخير، أدريانو إلى شابي، من اللي فاتح في الجهة اليسرى، فتح الآن في هذه اللقطة ميسي وفابريغاس، وجماهير البرشا تتمنى على اقل تقدير واحد من الاثنين يكون في المقدمه. تقدم واحد واللعبه صح وانحطت في الجول، جول لبرشلونه، جول، هدف التعادل لبرشلونه. متبادلة، عاد ميسي، رجع ميسي، استلم الكرة ميسي، بلمح البصر تقدم فابريغاس، أخذ له مكان سليم، خطوة دفاعية من شوف 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 شوف، هو يوم أخذ له مكان، هو يوم أخذ له مكان، الكرة في المرمى مباشرة تصل إلى فابريغاس، وفابريغاس يسجل إذن هدف التعادل لمصلحة فالنسيا عند آخر تقريبا 14 دقيقة. يتعادل فالنسيا بواسطة فابريغاس.